أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك منزل لمجموعة من الصوفية خصص لإقامة الموالد والتجمعات الخاصة بهم كالتراويح في رمضان، فهل نقوم بإبلاغ الهيئة عنهم؟ نعم، إذا علمتم أن هذا البيت معد لإحياء البدع، معد لإحياء البدع واعتزال الجماعة في المسجد، فهذا منكر، يجب عليكم أن تبلغوا عنهم الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.